التعليم في سيناء طفرة كبيرة في البنية التحتية. ارتفاع عدد المدارس بشمال سيناء إلى 625 مدرسة، انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي لتصل إلى 16%، وصل عدد المعاهد الأزهرية إلى 182 معهدا، تطوير ورفع كفاءة 129 مدرسة بتكلفة بلغت 27.5 مليون جنيه، إنشاء 3 مدارس ابتدائي بقرى مركز الحسنة وقرية السادس من أكتوبر لرفع المستوى التعليمي، إنشاء 4 إدارات تعليمية في مناطق مختلفة مثل الحسنة والعريش، إنشاء عدد من الفصول في المدارس القائمة بالفعل لتقديم أفضل الخدمات التعليمية.